راندا بتقول اختي حلمت ببابايا الله يرحمه وجوز خالتي الله يرحمه وامي معاهم هي عايشه، وكانوا لابسين لبس الاحرام الثلاثه وفرحانين قوي ما شاء الله. واختي سالتهم ليه جايبينه من دلوقتي، ماما قالت لها لقينا سعره حلو قوي فقلنا نجيبه، واختي متزوجه ومخلفه، مع العلم اننا بنجهز الورق علشان مسافرين العمره بالفعل، ولو تفسيره مش كويس مش عاوزاها تتفسر. حاضر يا رندا. جميل، بسم الله ما شاء الله. لبس الاحرام ده معناه للميت، يعني لما تشوفيه لابس احرام الحي بشاره ليه ان هو باذن الله مقدم على الخطوه دي. ومش كده وبس، لا يعني في سبحان الله ارزاق بيعطيها الله سبحانه وتعالى في العمره مثلا ان انت تاخد اجر حجه، فبما انها بتقول لهم لسه بدري فمعنى كده ان ده مقصد بيه اجر حجه، فبشاره الله اكبر. ربنا يا رب رؤيه حلوه على خير ان شاء الله ان شاء الله.